في الموضوع ديال المال والتعامل مع الفلوس، كاين واحد المثل كيقول لا تعمل من أجل المال ولكن جعل المال يعمل من أجلك. يعني ما تعملش، ما تبقاش دير مجهود باش تجيب الفلوس، ولكن خلي الفلوس هما اللي يخدموا عليك. كيقولوا في الحال ده المغاربة، كيقول لك الفلوس خصهم يكونوا في يدينا ما يكونوش في قلوبنا. الله يجعلهم في يدينا ما يجعلهمش في قلوبنا. المعنى الأساسي هنا شنو هو؟ هو أن دائما المال هو ماشي هدف، ولكن هو وسيلة لتحقيق أهداف. إذا خصني نجعل أن الفلوس يبقاو كيتحركوا وكيخدموا باش يحققوا لي هذيك الأهداف. فخص التعامل مع المال يكون من هذا المنطلق، ماشي أن الإنسان كيصفر على الحياة ديالو، ممكن يضيع الصحة ديالو، ممكن يضيع الأسرة ديالو، ممكن يضيع بزاف الحاجات في الحياة ديالو على ود الفلوس. خص العكس اللي يكون، خص الفلوس يعاونوه باش يوصل لهذوك الأهداف، في الصحة، في التعامل مع الناس، في العلاقة ديالو الأسرية، في العلاقة ديالو مع الوطن ديالو. إذا خصنا نعملو، نخليو المال يعمل من أجلنا، ماشي نعملو من أجل المال.